فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث أن آخر من يموت من المخلوقات هو ملك الموت، ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه. نعم، ورد هذا. نعم، فضيلة الشيخ يأمر الله ملك الموت فيقبض أرواح الخلق، ثم يقول الله مت، ثم يموت، ثم الله جل وعلا ينادي لمن الملك اليوم، ولا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولا أحد ينازعه، يقول: لا، ما هو بلك، هذا لنا ولا لفلان، ما أحد ينازعه. يقول: لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيبه، ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول: لله الواحد القهار. نعم.